يصدقون هذه السيارة مو كثير يحبون يشوفونها ويتعرفون عليها، ما أدري وش السبب. عموما خلونا نتعرف عليها وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. التغطية اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، موقعها الرياض، حي المنار، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. تغطيتنا اليوم عن كيا سيلتوس 2021 فئة ستاندر المطورة. وقبل ما نبدأ بالتغطية، يسعدني إخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافتي على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا متابعين الكرام، يمكنكم طلب شراء السيارة هذه عن طريق موقع سيارات، يوفرون لك أي جهة تمويلية مناسبة لك، الرابط تحت موجود بالوصف. كيا سيلتوس سيارة SUV صغيرة الحجم من كيا، تستهدف الأشخاص اللي يبحثون عن سيارة عائلية لخمس أشخاص، عائلة صغيرة يعني، وبتكون مرتفعة واقتصادية، وأيضا بسواقنا صراحة تكون أنسب للعنصر النسائي أكثر، خاصة أن العنصر النسائي يرغبون بسيارات المرتفعة وفيها مواصفات نوعا ما مميزة، خاصة أن الميزة اللي بفئة الفئة المطورة هذه ميزة مهمة جدا بالنسبة لكثير من النساء. سعر السيارة تكلم حدود 71-72 ألف ريال تقريبا شامل الضريبة، وارد الوكيل لشركة كيا. طبعا السيارة تجي بمحرك وحيد بأسواقنا اللي هو 1.6 ل 1600 سي سي. على فكرة المحرك هذا يعني صحيح سيارة جديدة، لكن محرك قديم من كيا وهيونداي، موجود على الإلانترا، موجود على السيراتو وعدد من السيارات المتوفرة عندهم. طبعا زي ما ذكرت لكم، سيارة تستهدف الأشخاص يبحثون عن سيارة عائلية صغيرة خمسة أشخاص، وتكون مرتفعة واقتصادية. السيارة هذه طبعا كوري تجميع الهند، نفس فكرة الهيونداي كاريتا، وأعتقد أنهم مصنع واحد حسب المعلومات، لكن كل واحدة خط إنتاج مختلف بحكم الشعار. المحرك 1.6 يعني 1.6 1600 سي سي، 4 سلندر، حدود 122-123 حصان تقريبا. الجير أوتوماتيك من 6 سرعات تبترونيك، نظام الدفع فهو أمامي. المواصفات الخارجية فئة ستاندر، ما راح صراحة نحلم بمواصفات كثير من الخارج، لكن نتكلم عن الأشياء الموجودة، زي طبعا النور الهيلوجين عالي واطي عدسة مع كشاف الضباب الهيلوجيني. الجنوط الموجودة على السيارة هي بمقاس 16 إنش، نوع الكفرات كوموهو 205 مقاس الكفر على 65. عندنا إشارات بالمراية، عوارض السقف باللون الأسود، وهذه السيارة من الجنب. طبعا السيارة خيار كويس مثلا اللي حاب يشتري مثلا او حابة تشتري كونة بس مضايقتها مساحتها الداخلية، فهذه خيار بديل. صراحة مثلا واحد حاب يشتري اللانترا بس مثلا مو عاجب انها تكون على الارض، فهذه زي ما ذكرنا شيء بديل عنهم مرتفع. عندنا الجناح الخلفي جاي باللون الاسود، طبعا اربع حساسات خلفية، لمبة الضباب الخلفية، مساحة الزجاج الخلفي، وهذه الشنطة هذه مساحتها صراحة كبيرة، سبيرها، لمبة الشنطة، ونروح لصرفية الوقود، وهذا الشيء مهم جدا بالسيارة. أنا سيارة اقتصادية زي ما تلاحظون، سيارة SUV 1.6 كيا سيلتوس، طبعا 2021، دفع أمامي، سيارة ركوب 16.3 لكل لتر بنزين، تقييم ممتاز، نوع البنزين 91. طيب الآن ننتقل إلى المواصفات الداخلية اللي موجودة بالسيارة. بسم الله. طبعا هذه السيارة من الداخل، المقاعد قماش، طبعا سيارة تجميع الهند زي ما تلاحظون، كيا موتورز كوريا. الحين المراتب زيادة الشباب. طبعا هذه السيارة الحين من الخلف برضو مقاعد قماش، عندنا فتحات تكييف خلفية فقط، نور السقف الخلفي هيلوجيني،
بسم الله. طب خلينا نتكلم عن كرسي. الكرسي يدوي بس في ميزة انه يطلع وينزل، هذه ميزة صراحة كثير من البنات يسألون عنها. بسم الله. الآن أتكلم عن مواصفات الداخلية للسيارة. الزجاج كهربائي، تطعيمات كروم، طبعا مو بكروم، هي رصاصة بس جاية على شكل كروم، لون فقط. طبعا تكاية هنا بلاستيك، الباب بالكامل بلاستيك، ما في قماش ما في شيء، بس حاطين لون التكاية كذا بيج. طيب عندنا تحكم في مستوى الإضاءة الخارجية الداخلية وتراكشن. هذه عدادات السيارة، دركسون السيارة. عندنا هنا بلوتوث مع أوامر صوتية، طبعا تحكم بالنظام الصوتي، مثبت سرعة، وهذه ميزة جميلة جدا في السيارة، مع عداد رحلات. عندنا أنوار في وضعية أوتو، كشاف الضباب الأمامي والخلفي من هنا. طبعا فائدة الأنوار الأوتو أنك خلاص تخليها أوتو، في الليل تشتغل في النهار تطفي بدون ما تتحكم فيها. الار بي ام، الحرارة، عداد الرحلات اللي باللغة العربية، مع السرعة وتنكيل البنزين. وهنا التحكم في المساحات سواء الأمامية والخلفية. ننتقل إلى الميزة المهمة اللي تكلمنا عنها، فئة البلس، إنها جت بالشاشة زي ما تلاحظون. الشاشة هذه طبعا فيها بوصلة، أو عفوا هي بوصلة لكن مميزة إن فيها اتجاه القبلة. تدعم خاصية أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع وجود كاميرا خلفية، فمن العنصر النسائي يهتم بالأوبشن هذا، خاصة إن فيها كاميرا خلفية، فصراحة تكفي المواصفات. يعني ما هي مهمة مثلا أنها تكون بصمة إلى آخره. هذه مفاتيحة طبعا ريموت. طيب المكيف يدوي، منفذ USB ولا دخانة كرامة، مع جير أوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك. طبعا طفيت الدخان، طبعا حاملة الكواب هي أصلا بالأساس. عندنا هنا هاند بريك مع تكية بالوسط، مع مساحة التخزين، والمراية الداخلية طبعا عادية ما هي تعتيم. وعندنا هنا طبعا بيت النظارة، شماسة السائق أكيد بدون مراية، شماسة الراكب بمراية. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فهي فرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد 5 حزمات أمان. المراية الكهربائية تكلمنا عنها. فصراحة هذه أبرز المواصفات اللي موجودة بالسيارة. بيرجع للخلف بشوف. طبعا الكرسي، بعض السيارات SUV يجي كرسي الظهر يتحرك، الظهر كرسي يتحرك، لكن هنا للأسف ثابت في مكانه. طبعا حاليا الصف الخلفي صراحة لا يعني كويس، ما هو ضيق زي مثلا الكون تحس بضيقته، لا كويس. عندك فتحات تكييف خلفية، بس الظهر خلاص مستواك واحد. مفروض صراحة ما دام في مساحة خلفية كبيرة يكون الظهر فيه تحكم، خاصة يعني مثلا واحد بده يستحل، لا ما في. هذه السيارة صراحة سيارة تصلح الشباب والبنات، مو ما هي مقصورة فقط يعني مثلا بنات بس أو سيدات، لا بالعكس. شخص يبحث عن سيارة يعني بدل ما تشتري اللانترا مثلا أو سيراتو أو مثلا كورولا ستاندر، وأنت تعرف نفسك ما تراعي مطبات، ما تراعي الحفر، فتاخذ هذه افضل لك بحكم الارتفاع، يكون معك شيء انسب. ما راح تحك معك السياره كثر مثل ما تكون معك سياره سيدان. طبعا صرفيه الوقود مقاربه، ما راح نقول اوه ممتازه جدا او حول السيدان، لا مقاربه للسيدان، لكن صراحه على ال 1600 سي سي اللي موجوده بالسيرات، وانا اشوف هذه انسب صراحه. اعتقد السيرات 1615 كيلو فاصلة 5 هذه جايبه رقم افضل منها. طبعا ما ندري صراحه الظروف اللي قاسوا فيها الى اخره، لان ما في اي سياره تجيب الرقم بالملي الا اذا جت استخدمت نفس الظروف اللي استخدموا فيها، انه طريق مستوي، درجه حراره معينه، تثبيت سرعه لسرعه معينه، الهواء ما في هواء مثلا والله ضارب في السياره، فهذه كلها تساعد ان السياره تجيب صرفيه وقود افضل. متابعين الكرام طولت عليكم، اتمنى تكون عجبتكم السياره. اهم مزايا جميله بالسياره نشوفها تثبيت السرعه والمحرك الاقتصادي مع الشاشه والكاميرا، وايضا ارتفاع السياره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.